منذ سنوات ومدينة سامراء تعاني من الإهمال المتعمد، فهي مدينة بلا شوارع معاصرة ولا مدارس حديثة ولا مستشفى تستوعب حاجات المواطنين، وبلا بنى تحتية، كل ما فيها بدائي وبعيد عن روح العصر. ومؤخرا هطلت عليها أمطار الخير فغرقت أغلب مناطقها. المواطنون هناك طالبوا بحلول جذرية لمشكلة تصريف مياه الأمطار والابتعاد عن الحلول الترقيعية. والله هنناشد يعني الحكومة، طبعا الحكومة المحلية التشريعية كلها ناشدة انه المجاري يفضوا هذا الموضوع، يعني موضوع عقيم. يعني انتوا لو اعتقد شفتوا الفيضانات شلون صارت، يعني ما اعرف المحافظة دزلنا 5 تناكر، هذا مو موضوع، هذا موضوع ترقيع فقط. على ليش يعني على شنو يعني ما يرهم هذا الوضع؟ ان احنا نطالب بشدة انه يفضلنا هالموضوع خلال هالايام القادمة. مطرت لنا ساعة زمان ساعتين والشوارع ما شاء الله كلها غرقت، صارت مدينة البندقية، ونحمل بهذا الانجاز الانجاز العالمي حكومة محافظة صلاح الدين. ماكو قضاء مثل قضاء سامرة، مدمور ومنكوب خدمين. المواطنون أنفسهم أكدوا أن الغيث أضحى نقمة على محافظتهم، سيما وأنه اختلط مع مياه الصرف الصحي. يعني سامر الذين المستشفيات الوحيدة من أقضية صلاح الدين اللي ما بها مجاري، يعني مخدومة فقط مع نسبة تقريبا 25% في من سنين قديمة في زمن النظام السابق. أما الآن يعني من 2003 بس وعود من حكومة المحافظة تنفيذ مشاريع مجاري المياه الأمطار، لكن لحد ماكو بس وعود. وتبقى تساؤلات تراود أذهان الأهالي قد لا تعجب البعض أو ربما تغضبهم، فإلى متى تبقى هذه المدينة في تعثر وإهمال؟ وإلى متى ستتأرجح بين السر وساء من رأى؟